تقبل الله من الجميع. هذا التقرير المالي عدته وحدة الشؤون المالية في بتاريخ 20/12/2020. حصلت الجمعية أو دخلت الجمعية بالفعل 307 ملايين و192,707.10 أوقية قديمة من بداية تاريخها إلى عائلة اليوم. كانت هذا المبلغ حصل خلال الأشهر كما يلي: خلال نوفمبر وديسمبر من العام 2021 دخلت أو حصلت الجمعية على 44,283,000 أوقية قديمة. يناير دخلت فيه 10,091,392.6، فبراير 6,951,780، مارس 17,517,480، فبراير 34,417,090 أوقية، مايو 38,112,140، الشهر السادس يونيو 18,207,890، يوليو 39,195,940، أغسطس الشهر الثامن 26,716,000، سبتمبر 26,402,000، أكتوبر 33,797,720. المنصرم من نوفمبر 9,949,000 أوقية و580. وهذا التمديد البياني حسب الأشهر، نرى أن الشهر أبريل، شهر مايو وشهر يونيو كانا مرتفعين خلال الأشهر، والحصيلة الأولى 4. هذا المبلغ المذكور 307 ملايين دخلت منه الاشتراكات الشهرية، رد عليها اشتراكات مجموع ما دخل عن طريق بنكي مصرفي وغزة خير 260,434. موالي دخل من الإفطار الأول 6,210,000، من الإفطار الثاني 4,058,000 أوقية. الرحلة دخلت منها 33,795,030 أوقية تبرع نقدي، ومليار و695,000 تبرعات عينية، المجموع 36 مليون. انتهينا من شق التبرعات. هذا الآن الاستهلاك السنوي لكل مصارف ما صرفته في إيثار على العلاج وعلى التسيير، وكذلك ممتلكات ثابتة 270,226,000 أوقية و869. كانت المصاريف حسب الأشهر، الشهرين الأولين نوفمبر وديسمبر من 2021 39,572,290، يناير 11 مليون، فبراير 18 ملايين، مارس 13 مليون، ابريل 12 مليون، مايو 57 مليون، يونيو 30 مليون، يوليو 30,490,000، اغسطس 14 مليون، ووقت سبتمبر 13 مليون، واكتوبر 36 مليون، وما معه هو مصاريف في بناء المستشفى. المنصرم من الشهر الحالي 5,589,000 كمصاريف. هذا هو التمثيل البياني للصرف حسب الأشهر. شهر مايو 21%، وشهر اكتوبر 13%، ويتميزان بشراء مصاريف شراء الأرض وكذلك بناء المستشفى. التفاصيل هذه 270 مليون اللي صرفت الجمعية خلال هذا العام، كان من هذا العلاج 98,604,000 و 45,838,000 للتسيير والأنشطة والممتلكات الثابتة، صرفت عليها 125,734,390 أوقية. كانت نسبة التسيير 16%، والعلاج 36%، والممتلكات الثابتة 47% من هذا المبلغ الإجمالي المصروف خلال السنة 270 مليون.
تفاصيل مصاريف العلاج، هاي 98 مليون كانت حصة الأدوية والوصفات والأجهزة الشامبر والتغذية 50 مليون و720 و730 باصص تسعين. وكانت حصة السكانرات 32 مليون، وحصة الفحوص 13 مليون و206 ألف، والعمليات الجراحية مليونان و461 ألف وقية. وكانت تفاصيل مصاريف التسهيل الكهرباء خلال السنة 196400 والماء 46500 أوقية، والمصاريف الأنشطة جمع التبرعات والتحسين 6 ملايين و 871 ألف، والإيجار مليون و 660 ألف، ومصاريف الإدارية مليون و 107 ألف، والتمويل مليون و 361 ألف و 970 أوقية. وكما كانت الشغل بيروتيك اللي هي المصاريف التكاليف المكتبية 362 ألف أوقية، ومصاريف المتنوعة 5 ملايين و 800 ألف، وتكاليف الأدوات الإعلام مليون و 642 ألف. وكانت تكاليف الرواتب خلال عام 17 مليون و 148 ألف أوقية، والمصاريف البنكية 170 ألف أوقية، وتكاليف النقل غزوان وكذلك إسراح السيارات 5 ملايين و 764 ألف. كما كانت حصة التسهيل من شهر نوفمبر وديسمبر 6 ملايين و 754، هذه 45 مليون. تفاصيل الممتلكات الثابتة، القطعة الأرضية حتى الآن صرف من مبلغها 55 مليون و 272 ألف، وقيم قيمتها 179 مليون. كما أن خمس سيارات وباص قيمتهم 24 مليون و 776 ألف. موبيليا ماتريا ديبيلو انفورماتيك الأثاث والأدوات المكتبية والمعلوماتية 5 ملايين و 370 ألف و 800 وقية. أدوات الإعلام 99 مليون و 900 وقية. مختلف هناك ممتلكات ثابتة متنوعة فيها مواعين ومواعين مكتب وما يتعلق بهم وما شابه ذلك 698 ألف وقية. كما نفق حتى الآن على مستشفى إدارة الصحة 31 مليون و 168 ألف و 700 وقية. كما كلفت بناية مكاتب الجمعية 7 ملايين و 348 ألف و 340، وبهذا تكون جميع ما صرف من ممتلكات المملكة 125 مليون، ولكن قيمتها 200 و